أجل إلغاء قانون الطوارئ، وبالتالي البدء بكل مشاريع القوانين والقرارات التي ستأخذ طريقها إلى التنفيذ، وحتى قانون التظاهر، السماح بالتظاهرات، وقانون الإعلام وقانون الأحزاب الذي سيطرح على النقاش. لذلك أنا باعتقادي أن كل من يقول الآن بما يتعلق أنه يريد الإصلاح، عن أي إصلاح يتحدث؟ طيب. ولماذا كل هذه الضجة، هذه الضجة في الشارع واستغلالها على هذا النحو؟ لأن من يريد الإصلاح عليه فعلا أن يتمسك بالإصلاح، لكن أستاذ أحمد يتمسك بالإجراءات، وكان هناك تجاوب. نعم أستاذ أحمد، لماذا إذا كان أسبوعا طيب إذا كان هناك أسبوع واحد تعهد به الرئيس السوري لرفع حالة الطوارئ وخرج التظاهرات اليوم ووقعت هذه الاحتكاكات، هذا يعني أن ليس هناك ثقة كبيرة فيما قيل بالأمس على الأقل في جدوله الزمني. المسألة ليست فقط إلغاء قانون الطوارئ، هذا إلغاء قانون، هناك تشريع موجود، وبالتالي لا بد من إلغاء هذا القانون. إلغاء القانون سيأخذ طريقه في الإجراءات والآلية، ولا يجوز أن يكون كذا. وتم تحديد نتيجة أسبوع، لذلك التظاهر حق مسموح ومن حق هؤلاء شعبنا، وبالتالي قال السيد الرئيس أن هؤلاء دماءنا أيضا، وأماننا الجديدة تتعلق فعلا بكل مسائل الإصلاح والتجاوب مع كل حاجات ورغبات ومطالب الناس. لكن أن تتحول الأمور من إصلاح إلى فوضى وإلى اضطرابات وإلى حرق الممتلكات وإلى تخريب، وهذه هي المسألة المحرمة، وهذا خط ولكن أحمر ولكن لا يجوز الإقبال منه. الرئيس السوري طيب. التظاهر حق مشروع. المتظاهرون على الأرض يقولون أنه ليس هناك من تخريب، هم خرجوا في تظاهرات سلمية، والرئيس السوري بالأمس قال بعد تطبيق هذه الإصلاحات لن يكون هناك من حجة للتظاهر، هل هذا يعني أنه سيلغي حق التظاهر في سوريا؟ لا تحملوا سيد الرئيس ما لم يقله. قال بالتالي هناك قانون السماح بالتظاهر، وبالتالي هذا التظاهر حق مشروع. نعم لكن هو قال لفظا انه لكن هو قال لفظا الإصلاحات. طيب تفضل. مع رزمة الإصلاحات والقوانين المطروحة بما فيها قانون الأحزاب، لكن هناك قنوات حقيقية للتظاهر، أما تظاهر فوضوي هكذا بوجود قانون يسمح بالتظاهر. ما هي حدود الفوضى في سوريا أستاذ أحمد؟ ما هي حدود الفوضى في سوريا؟ من أين يبدأ خط أن هؤلاء التخريب والممتلكات والسماح، وبالتالي دخول متسللين يهددون حتى المتظاهرين، وبالتالي يقولون على ان المساله ليست اصلاح، وبالتالي ان هناك مجرد وعود. لا، هناك اجراءات على الارض وقد بدات. السيد الرئيس عندما اصدر قرارا بالافراج عن كل المعتقلين على خلفيه الاحداث في سوريا كان يدرك تماما واعتبار كل من سقط شهيدا سواء كان من المدنيين او العسكريين، هذا يعني ان هناك محاولات جاده وصادقه فيما يتعلق بالاصلاح، لكن اولئك يريدون ان يغمضوا عينهم على هذه الحقائق. لكن من خرجوا في التظاهرات فبالتالي لديهم اجندات خاصه، واليوم تم عرض فعلا مجموعه الاسلحه التي تم تهريبها من العراق وخلال لتسليمها الى شبكات تخريبيه في الداخل، وهذا يعني ان الاستقواء بالاجنبي وتهريب السلاح وبالتالي محاوله تموضعات فتن متنقله طيب. من هذا الشارع الى ذاك الحجر الشارع حسب المنطقه، كل ذلك يشير بوضوح الى ان المساله عند هؤلاء ليست الاصلاح. طيب لان لو كانت وضحت الرؤيه وضحت الرؤية الخلافية بينكم أستاذ أحمد صوان الكاتب الصحفي في دمشق وبين ضيفي هنا بالاستوديو الناشط السياسي والمعارض السوري محمود الدغيمي، شكرا جزيلا لكما ونتحدث